السلام عليكم، مرحبا بكم في المطبخ المغربي مع رضيعة اللي هو المطبخ ديالكم. كما سبق لي وعدتكم كل يوم جمعة وثلاثاء على الساعة 9 صباحا كنحط الجديد. المرجو متابعة الفيديو وانخراط في القناة والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وشكرا. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مركز التفاح ونقص، كيجي لذيذ ومنعش وكيعطي كمية كثيرة. بالنسبة للمقادير ما عندناش المقادير، الكمية اللي نتوما محتاجينها كديروها، كنديرو قد تفاح قد نقص، وديكشي اللي كان عندكم ديروه. انا هنا عندي كيلو ديال نقص وكيلو ديال تفاح. بالنسبة للتفاح والنقص كيف ما بغى يكون، رقيق غليظ، يعني كيف ما بغى يكون عندكم، طيب قاصح كيف ما كان كيجي به هذا المركز. هنا كنديروا واحد البانيو فيه الماء، كنديروا معلقه كبيره ديال الخل. انا هنا عندي راني دايره خل تفاح اللي راه سبق لي وحضرته، الا بغيتوا تشوفوه راه عندي على القناه. هنايا غادي نغسلوا الاجاص ديالنا ونغسلوا التفاح، كنغسلوه مزيان لان غادي نديروه بالقشور ديالو. كنحاولوا باش ننظفوا هاد البغيصه هذه، كنديروا واحد الشبيكه اللي غسلناها كنحطوها في الشبكه. هنا كنقبطوا التفاح ديالنا، غسلوه هكا وكنحيدوا له هاد النواه ديالو وهاد البغيصه هذه، هادو اللي كنحيدو وكنقطعوه هكا بالقشور ديالو. الاجاص حتى هو هكاك، او نقص او بعويضه كلها باش كيسميه. هنا بهادشي ساعات نقص اما كيكون قاصح اما كيكون باسل اما كيطيب بزاف. فاش كيطيب بزاف انا ما كيعجبنيش، كنفضل ندير به هذا المركز. هنا كنحيد له هذا القلب هذا بهذا العود، ونفس الطريقه كنقطعو مكعبات صغار. هنا النقاص والتفاح درتهم في الطنجره ديال الضغط، زدت عليهم ايطرون ونص ديال الماء. غادي نشعل النار ودرت الطنجره ديالي وغادي يعني نقفلها. من بعد ما تبدا تصفر غادي نحسب لها 15 دقيقه من بعد ما تبدا تصفر. بعد ما دازت 15 دقيقه وهي على النار، طفينا النار ديالنا كنخليوها حتى كتولي دافيه، ما نطحنوها شويه سخونه وما نخليوهاش حتى تبرد، يعني مازال دافي. هنا كيبقى لنا الاختيار، يمكننا نطحنوها بهذا الميكسور برا، يمكننا نطحنوها بالخلاط ديال العصير. هنا من بعد ما طحنتو كندير واحد الصفايه كيكونوا العيون ديالها متوسطين، ما يكونوش واسعين وما يكونوش رقاق. هنا غادي ندوز هاد الصفايه هذه، هنا كندوزو هكا، يعني ما كتبقاش حاجه كثيره، غير القليل من ديك القشور القليل غير اللي ما طحنوش. كنبقاو هكا حتى ما كيبقى كيهبط لنا والو، عاد هادو البقايا هادو كنحيدوهم. هاد المركز راه خرجنا 3 يطرو، هاد 3 يطرو راه يمكننا نقدمو بها عدة طرق بالعصير. عندنا غادي نقدمو واحد بالبرتقال، نقدمو واحد بعصير الليمون، يمكننا نقدموه حتى هكا يعني غير بوحديتو. هنا التحليه باش غادي نحليو، غادي نحليو بعصير التمر او دبس التمر، به غادي نحليو العصير ديالنا، يعني تحليه طبيعيه. عسل التمر او دبس التمر المقادير وطريقه التحضير راها عندي على القناه. هنا الا كانت وقت البرتقال رحنا كنديروا البرتقال، ما كانتش وقت البرتقال وكان عندنا مركز الليمون او مركز البرتقال
المقادير وطريقة التحضير راها عندي على القناة، يمكننا نستعملو غير ديك المركاز، كنديرو الكمية ديال الماء كما راه عندي مشروح في الفيديوهات ديالهم، ويمكننا نخلطو بيه هذا العصير ديالنا. هنا درت 500 مليلتر ديال عصير البرتقال، هنا غادي نزيد عليه 500 مليلتر من مركز النقاص والتفاح. بالنسبة لعصير البرتقال مع المركز، هنا راني ما زدناهمش الحلاوة، يعني الحلاوة ديالهم طبيعية. القوام هانتوما كتشوفو ماشي سائل وماشي قاصح، يعني خاطر القوام ديالو. هنا في كمينة درنا 500 مليلتر ديال المركز، هنا عندنا 500 مليلتر ديال الماء. هنا كنهزو جوج معالق كبار تاع عصير الليمون، وكيبقى عصير الليمون على حسب الذوق ديالكم. هنا انا هذا عصير الليمون كنعصرو وكنديرو في واحد هادوك نتاع على كلاص، وكنخليهم كنجمدهم، وفوق ما بغيت عصير الليمون كنلقاه عندي وبجل. هنايا غادي نزيدوها على هاد الماء. بالنسبه للتحليه كيبقى لكم الاختيار، ولكن ضروري هذا اللي كنديروا فيه الحامض ضروري ما كنحليوه على حسب الرغبه. انا هنا غادي نحليه بعسل التمر، غادي ندير معلقه كبيره. هنا تحليه طبيعيه، هاد عسل التمر غير حليو به راكم ما تندموش عليه. عندك عسل التمر وعسل الخروب، ان شاء الله قريبا تلقاو على القناه. هنا غادي نزيد هذا على المركز ديالي. هاد الكميه اللي حضرت راها كتعطينا 6 لتر العصير. بالنسبه للمركز، الا بغينا ندخلوه للمجمد ممكن كنديرو هكا وكفي الطويسات وكنسدو عليه وكنخليوه، فوق ما بغينا نحضروا العصير كنلقاو المركز موجود. كيجي لذيذ وصحي وكيعطي كميه كثيره. المرجو مشاهده الفيديو، تفاعلوا مع القناه وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وشكرا.